أهمية هذا المؤتمر اليوم أنه يجمع نخبة مميزة من الخبراء، سواء كانوا مترجمين أو مؤلفين أو صناع حركة الترجمة في لغاتهم، لتبادل الخبرات وفي الوقت نفسه لتحفيز حركة الترجمة من اللغة العربية للغات الأخرى ومن اللغات الأخرى إلى اللغة العربية. يأتي هذا المؤتمر بعد رواد أو ندوة رواد المشرق عن كتب الرحالة الغربيين، وفي هذا المؤتمر سيتم النقاش المستمر حول رفد كتب الرحلات هذه وإعادة إبرازها أكثر وأكثر، لأنها تصور في الواقع الانطباعات الحية سواء كان للآخرين عن العالم العربي أو حتى كان للعالم العربي والرحال العرب عن الآخرين. طبعا مشروع كلمة الترجمة انطلق كما تعرفون من أكثر من 10 سنوات، اليوم نحن نتحدث عن 1000 عنوان من 18 لغة. ما هو مستقبل الترجمة؟ ما هو مستقبل يعني تحديات تواجه اختيار العناوين وما إلى ذلك من قضايا وتسليط الضوء على التجارب العالمية في الترجمة؟ طبعا تلعب دارة الثقافة والسياحة دور مهم جدا في نقل المعرفة من خلال عدة بادرات ومشاريع نوعية، لعلها أبرزها جائزة الشيخ زايد الكتاب مع ضبطي الدولي للكتاب كلمة، كذلك المشاريع الكبرى في قضايا المتاحف مثل متحف اللوفر والمتاحف القادمة إن شاء الله. إذن هناك دور معرفي للدائرة لتجعل أبو ظبي منارة للثقافة والمعرفة والعلم. الآن الإمارات تخوض مرحلة تنويرية يعني مضاءة بقلوب الذين عاشوا في هذه الصحراء على تلقائيتها وعفويتها وقدرتها على التواصل مع الآخر من دون يعني تضاريس وحدود مرقة. فلذلك يعني تأتي عملية الترجمة هي استكمال للمشروع وليس كل المشروع، لأن الترجمة في النهاية هي المضيق الذي يدخلك إلى المحيط العالمي. إحنا بحاجة أمس إلى ترجمتنا نحن إلى الآخر، لأن الآخر لحتى الآن لم يستطع أن يتعرف على وجهنا الحقيقي. هناك وجه مشوب بالكثير من الغبار وصل إلى الآخر قبل أن نصل نحن، وهذا طبعا خطأ يقع على عاتقنا نحن. فبالتالي نتمنى أن نترجم أعمالنا سواء كان الفكرية والأدبية بالذات إلى الآخر ليفهم من هو هذا الإنسان العربي. هذا التواجد حقيقة لهذه الشخصيات المهمة والتي اشتغلت على مشروع الترجمة، هذه الدور النشر العالمية، أن يجتمعوا في مكان واحد ويناقشوا هموم وقضايا الترجمة العربية وأهمية قضايا الترجمة بشكل عام وهموم أيضا المترجم، هو في حد ذاته حقيقة نشاط مهم، ولأول مرة يجتمعون بهذا الزخم بهذا التنوع من مختلف الدول العالم لمناقشة هذا الموضوع. أعتقد اليوم أهم موضوع خلال المرحلة المقبلة بالنسبة لنا نحن في الكتاب العربي في الترجمة العربية أن تنقل الكتاب العربي إلى لغات العالم، وهذا ما يسعى إليه هذا المؤتمر في دورته الحالية أن يعكسه وأن يسلط الضوء عليه في هذا الجانب. It's a conference about translation into Arabic, that's why I'm here, and about like promoting translation from Arabic into other languages. And so I'm here, I've written a book which has Arabic translations, and that's a great thing. Yeah, my book, it's called Hayat in Arabic, was published 3 years ago, and my translator won different prizes with it, and it's a book which has been translated to 17 countries, and so I'm traveling, and so my translation has brought me here to Abu Dhabi, has brought me to Arabic world, and that so translations help translate, yeah, they move people, yeah, they bring people together, and it's a great thing that Arabic people now can read what I've written in German. Yeah, that's a great thing, and this helps to get to know each other better. Yeah, and so the book is about a man who would have to die, but he is saved by an organ transplant, and that's my story. I've written about that, and that's a story which relates, yeah, to people all over the world. Yeah. موضوع الترجمة اليوم ناقش ما يترجم
للعربية وما يترجم من العربية، لأن ما يترجم اليوم من العرب وإلى العالم هو شيء في غاية الأهمية، وخصوصا في حالة الإسلاموفوبيا التي تتفضل عنها وتحدث عنها الدكتور سعد البازعي، ما يحتم علينا يعني وجود نشاط أكبر. مشروع كلمة يقوم بدور كبير بترجمة 100 كتاب يعني سنويا، وهذا رقم هائل، لكن نحن نحتاج إلى أيضا مشاريع عربية تدعم العمل الإماراتي في توصيل فكر العرب وثقافتهم إلى العالم الغربي، وأيضا ترجمة أمهات الكتب إلى المنطقة العربية.